مشاهدينا، وحول تقرير البنك الدولي عن واقع التعليم في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بابل نقيب المعلمين في بابل السيد ثائر هجول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى أستاذ، حياكم الله. إلى ما ترجع سبب تدهور التعليم في العراق، لا سيما على مستوى السياسات المتبعة في المنظومة التعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين معلم البشرية نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وعلى متابعيكم وعلى جميع العراقيين الشرفاء. وعليكم السلام. حقيقة يعني سمعت التقرير اللي حضرتك عديته، أو لا. إنسان أو شخص ثاني، وأحب أقول رحم الله أمر إن عرف قدر نفسه. ونحن العراقيين مستوانا والتحديات وتحدياتنا لكل المصاعب والمصائب. وحقيقة لهذا السؤال يوجد جوابين. الجواب الأول، أقول وحسب معرفتي ومعلوماتي بأن البنك هو عمل حساباتي، ما أعرف يعني من هاي الدراسة اللي عملها، هو عمل مؤتمر، عمل بحوث ودراسة وتوصل لهاي النتيجة. نعم. يعني أنا ما أعرف، يعني أنا اختصاصي تربية، ما أعرف بالأمور الحسابية والمالية والنقدية. نعم. هو عمل حسابي نقدي، ما أعتقد يعرف الأمور التربوية. وأقول لك أنه أهل مكة أدرى بشعابها، بخصوص أنه الجواب الأول، أبنائنا التلامذة والطلبة يمتازون من الذكاء والفطنة ما يجعلهم يتنافسون مع جميع دول العالم. وخير مثال على ذلك، قبل 4 أيام العراق، أبناء طلبة العراق احتلوا على المركز الأول في الأردن. ليس هناك شك بالعقلية الطالب العراقي، ولكن المنظومة التعليمية في العراق إلى أين وصلت اليوم؟ لا تسمح لي أستاذي إذا حتى، لأنه حتى أكمل فكرتي وأجاوب. أنا قلت لك بدي جواب شقين. الشاق، أنا أدافع اليوم عن ابن التلميذ وابن الطالب. نعم. أنا ماذا أدافع عن حكومات فاشلة؟ نعم. أنا اليوم خليني أدافع عن ابني التلميذ والطالب، وبعدين أطرق لك إلى الحكومات. طيب. وعمل التربية. فاللي أقول لك يا أنه أستاذي حبيبي، قبل 4 أيام العراق، طلبة العراق وأبناء الخصم بالذكر، طلبة ثانوية المتميزين في واسط حصلت على المركز الأول على مستوى 100 دولة شاركوا في الأردن، وكانت النتيجة فلسطين الثاني والكويت الثالث. نعم. طيب. هذا اللي حصل على المركز الأول، هذا ما نخليه ضمن المطاف الأول بالمستوى العلمي بمستوى الذكاء؟ احنا عندنا أبناء أذكياء جدا، عندنا معلم راقي ممتاز بالمستوى التعليمي. أما الجواب الثاني واللي هو أنه احنا عندنا حكومات متعاقبة فاشلة، وخاصة بعدم اهتمامها بالتربية والتعليم. يعني أنت تعتقد أنه ميزانية الدولة العراقية اليوم ما توصل إلى 3.4% من الميزانية؟ يعني هو ما معقولة أنه اليوم التربية يراد لها اهتمام على كل الأصعدة. أنت تعرف أنه اليوم احنا عندنا بناية مدرسية متهالكة. يعني حكيت لك، أنا قلت لك الجواب الأول، نعم، دافعت عن أبنائنا الطلبة والتلامذة، لكن الشق الثاني، اليوم الحكومات المتعاقبة الفاشلة ما أعطت دور للتربية ولا اهتمام خاص بالتربية. يعني بدليل بنايتنا المدرسية اليوم مرة احنا نحتاج تقريبا 10,000 مدرسة على مستوى العراق حتى نخلص من ازدواجية. صحيح. من ازدواجية الدوام او ثلاثي الدوام او حتى رباع الدوام، وايضا يعني المدارس الطينية التي لا تحمي من حر الصيف ولا برد الشتاء ولا المطر. البنك الدولي يقول ان رأس المال البشري في العراق ويصد به الشباب المؤهلين علميا لسوق العمل يمثل 15% فقط. كيف أثرت الأوضاع الاقتصادية في تسرب هذا العدد الكبير من الأطفال من مدارسهم؟ يعني هو هذا الأسهل، الأرقام دقيقة أستاذ. نعم. احنا على دراية بهذا الموضوع العفو، وأنا قلت لك أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم هاي الأرقام دقيقة جدا، وإحنا عملنا عدة مؤتمرات حصلت. نعم. على مستوى بابل، نعم أكو تسرب، بس رقم ضعيف ورائع قليل جدا. إذا أتحب أكمل أنه أتحدث لك عن البناية المدرسية المتهالكة، وأيضا رغم أنه قلة مدارس الطين، لكن إحنا مدارسنا اليوم تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة. نعم. يعني على سبيل المثال، اليوم أنا عندي دوام ثلاثي وعندي دوام رباعي وحتى أو دوام ثنائي، الصف المثالي المفروض يكون 20 إلى 30 طالب. نعم. بينما أنا عندي صف يوصل إلى 70 و60 طالب أو تلميذ.
وطبعا هذا الموضوع مو سهل على المعلم شلون يوصل فكرته، يوصل فكرة الدرس مالته، وانت تعرف انه الدرس وقته 40 الى 45 دقيقة. مرة صعوبة ايصال فكرة اسلوب التدريس من المعلم الى التلميذ او الطالب، ومرة صعوبة استقبال التلميذ، ولهذا نحتاج الى وقت اضافي للطالب والتلميذ حتى يفهم الموضوع. طبعا وجود ولي الامر والاهل وايضا الدراسه الالكترونيه ساعدونا بايصال هاي المعلومات، لكن النقطه الاساسيه احنا عندنا بنايه مدرسيه متهالكه ونحتاج الى هذه البنايه. اكثر من 50% من بناياتنا المدرسيه هي تحتاج الى ترميم، والموضوع الصرف قليل جدا. اليوم مدير المدرسه يحتاج الى اموال نثريه حتى يتم يعني مدرسته، مره مرافق صحيه، مره زجاج، مره حنفيات، مرة حتى هاي الأمور البسيطة، البريق والماسحة والفرشة وأدوات التنظيف، بس المدير المدرسة اليوم ما يستلم ولا دينار نثرية حتى يستطيع أنه يديم المدرسة. ولهذا وهذا يسوقنا أستاذ ثائر إلى أي مدى ترى أن التدخل السياسي له دور كبير فيما وصل إليه واقع التعليم اليوم في العراق؟ له، اكو تدخل من بدايه 2003 لحد الان بالشان التربوي. نعم. واختيارات الوزارات واختيار المؤسسه وحتى الوزراء اللي اجوا بالتعاقب ايضا ما كانوا ضمن الاختصاص وما كانوا ضمن الرحم التربيه، ما عدا الوزير الاخير اللي هو دكتور علي، لا هو اجى من رحم التربيه. واحنا دائما نتحدث نقول انت اختار الوزير ضمن المؤسسه الحزبيه، لكن اترك اجنحه البقية، يعني قصدي المعاون الفني والإداري، يكونون من رحم التربية حتى ينتعش الجانب التربوي. لكن اليوم المؤسسات التربوية حتى وصل الحال المخصصة تقريبا إلى مدير المدرسة، وهذا طبعا أنت أكو شخصية سياسية على مستوى العراق، نعم، على مستوى العالم يعتقد أنه التربية هي استهلاكية مو إنتاجية، يعني يتوقع أنه الفرق بين الاستهلاك والإنتاج المال، بينما التربية هي إنتاجية للعقول البشرية. هو يقصد استهلاك المال البشري. نعم، ولهذا الطبق طرح تقريبا قبل أكثر من 10 سنوات يقول المعلم المفروض بالعطلة أخير السنة، العطلة الصيفية، ما أنسى المراتب، لأنه هاي الشهرين أو الثلاث أشهر اللي بعد بيها المفروض ما يستلم راتب. نعم. يعني هكثر وصل فكر سياسي اللي اليوم قادوا العراق لهذا المستوى. طيب يعني حضرتك ذكرت تميز الطالب العراقي وهذا معروف سابقا وحاليا، ولكن نتكلم عن تقارير وأرقام دولية. في تقرير سابق لمنظمة اليونسكو تقول أن ما يقرب من نصف الشعب العراقي اليوم هو أمي، ألا يتحمل المعلم وصول الأمية في العراق لهذه النسبة، ولا سيما أن النسبة تشمل التلاميذ في مراحل التعليم الأولى ولا يقرؤون ولا يكتبون؟ يعني مسؤولية على المعلم، أيضا مسؤولية على الدولة. لا استاذي بلازم عليك، المعلم اليوم ما يتحمل اي مسؤوليه، للمعلم واجبات وعليه حقوق، انا اعتقد انه الحقوق اللي للمعلم على المعلم هو اداها. المعلم يريد صف، بنايه مدرسيه، ويريد منهج، ويريد تلميذ. انت تعرف المنهج الكامل هو يتكون من 4، المعلم والتلميذ والبنايه المدرسيه والكتاب. اليوم المعلم هو موجود، الصف ما موجود، لانه انت من تعطي 70 تلميذ او طالب او 60 هذا عمليه صعبه جدا. الموضوع الاخر اليوم الكتاب التخصص يحتاج الى جلسه ايضا، يحتاج الى بحوث، يحتاج الى خبراء. نعم. تقيم العمليه اللي موجوده اليوم، نفكر انا بس باليه الطبع، من اللي يطبع وايش قد يطبع والمبلغ الفائض ايش قد والحصه الكوميشنات ايش قد. طبعا هذا موضوع مو سهل. اما ما يخص الارقام اللي انت تفضلت فيها 50%، هذه الارقام انا ما اعرف انت يعني انتوا ادرى، بس احنا ما موجوده عندنا هي هاكثر انه 50% اميه، لا، رقم كبير جدا. والمعلم مثل ما انا حقوق عليه واجبات، ومثل ما قلت لك الواجبات اللي عليه اداها، لكن حقوقه يعني انا اعطيك مثال. اليوم المعلم بحاجه الى ارض سكنيه، الى سكن لائق يليق بالمعلم حتى يقدر يستمر يعطي. بالتأكيد سيد ثائر، نشكرك من بابل نقيب المعلمين سيد ثائر هجول. بالتأكيد هناك مسؤولية كبيرة على الدولة والمنظومة التربوية كلها تحتاج إلى إعادة هيكلة.